وإلى الأحداث العربية والعالمية، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية إن الاتفاق المبرم مع تركيا بشأن شمال سوريا سيتم على مراحل، وأوضح أن الولايات المتحدة مستعدة للبدء في تنفيذ بعض الأنشطة سريعا، فيما المناقشات تتواصل مع تركيا. حيث كانت وزارة الخارجية التركية قد أعلنت إن أنقرة اتفقت مع واشنطن على إقامة مركز عمليات مشترك يكون هدفه إدارة التوترات بين المقاتلين الأكراد والقوات التركية في شمال سوريا.